احنا نتكلم عن التركيبة السكانية مشكلة صار لها سنوات. مسؤولية وزارة شؤون، قضية وزارة، مسؤولية الحكومة ككل، مسؤولية الـ 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 الأطراف كلها، وهي ترى مرتبطة بالداخلية ومرتبطة بالشؤون ومرتبطة بعدة جهات. تعالي قلت ايش سويتوا بتقليص عدد السكان؟ ايش سويتوا بهالثلاثة مليون وشوي اللي الآن قاعد يزاحموننا؟ أنا ما أقول أنا مو ضد الوافدين ولا ضد الجاليات، لكن وأحطهم فوق رأسي وحقوق الإنسان وحرياتهم مكفولة. لكن أنا باعتقادي هذه الأعداد اللي قاعد تمثل يعني نوع من المزاحمة المواطنين في الوظيفة وفي المرور وفي الخدمات الصحية وغيرها، أنا أعتقد هذه اللي تحتاج إلى إعادة نظر. هني إشكالية وهني سلبية. إحنا نطالب، والآن مقدمين بعض الأعضاء الاختصاصاء وغيره مقدمين لوضع ضوابط لعملية التركيبة السكانية، بحيث أنه تعالي واحد مجموعة الجالية، لأن حتى قضية أمنية وبعد أمني، جالية معينة من جنسية معينة مع كل احترام الجنسيات والجاليات، يجب أن ما يزيد عددها عن هذا العدد. نوعية الشخص اللي، لأنه ممكن أكو عمالة هامشية، أكو ناس ما يصلحون، أكو ناس ممكن يسببون مشاكل أمنية، هذا المفروض ما تدخله، تقلص. زين.